وفي المناسبة ولمواصلة المساهمة والدعم لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أعلن مدير دائرة ماء صلاح الدين المهندس محمد محمود إرسال حوضيات وآليات أخرى إلى محافظتي النجف وكربلاء لتقديم خدماتها للزوار الوافدين، بالإضافة إلى استنفار جميع الإمكانيات لخدمة الزائرين للعتبات الدينية بالمحافظة. هذه أيام الأربعين لها قدسية كاملة، يعني إحنا كمسلمين وكموظفين خدميين كمسلمين نعظمها ونجلها ونعيشها كطقوس روحانية، وكذلك كموظفين نساهم برفد مديرية ماء كربلاء والنجف. حاليا لدينا جهد عالي من الحوضيات في مدينة النجف، وكذلك في نفس الوقت لدينا الزيارة في سامراء متزامنة مع يعني الزوار اللي يزورون في كربلاء، من ضمن برنامج زياراتهم هو إلى المدينة المقدسة في سامراء. لدينا خطة خدمية متكاملة، لدينا استنفار كامل في مركز ماء سامراء من خلال الحوضيات وآليات الدعم الأخرى، وكذلك من خلال المشاريع والمجمعات العاملة في مركز ماء سامراء. تم تعزيزها بسيارات حوضية ووقود وكذلك أمور لوجستية أخرى فيما يخص استمرار وديمومة حصول إيصال الماء للزوار وكذلك للمدينة.